يكون على قدر حب جماهير النادي الاهلي، وكمان نجم كبير زي النجوم زي ابو تريكه زي وليد سليمان زي رموز تانية كتير، احمد بلال، عماد متعب، محمد بركات، وائل جمعه، ناس كتير تعبت واجتهدت. ودي طبعا لقطات حصريه لبرنامج الاهلي خط احمر، كواليس توقيع كهرباء داخل النادي الاهلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طبعا امير توفيق. لقطات النهارده يا احمد التقطت لكهرباء اللي وسط بيته وسط جمهوره اللي بيحبهم واللي منتظرين منه كتير، وبتجيلنا اسئله بتكلمنا عن كميه كهرباء مع النادي الاهلي. هل كهرباء هيظهر بشكل النادي الاهلي ولا كهرباء فولتو العالي مش هنسيطر عليه؟ احنا حابين نقول ان النادي الاهلي منظومه، اي حد بيتكلم في اي مخاوف، النادي الاهلي منظومه، اللي بيمشي جوه المنظومه وبادبيات المنظومه بيكون مستمر، ونحسب كهرباء كذلك. اي حد بيخالف المنظومه دي تلقائيا ما بيلاقيش نفسه موجود فيها، واضح.